هيئة هرمود فونديشن أي واحد أي دقل عقيد وقيب سي دادك كسو اللابتي دقال دا كدع دالك يمن كسوغان مقال دا مقدشة عاصمة دا سوماليا روضة عبد الحسن أيها واربحين تواركا المقدشة كسو ديرتي صدح دان بغولو قيسة يمنين تا أيها مانت هيئة هرمود فونديشن غارسي سي دقل عقيد قيسة سكانو كسو براكعي علاده دالك يمن هريريا كنسوغان مقال دا مقدشة كوا داد داين كان موقاتو دروفر دقارة داري ما داما لغو قدو جرو بيش براكاسان رمضان لعاق تهاية هرمود فونديشن مانت غارسي سي قيسة سكان براكا عياش أيا هيد من بقول دولار لغو تلقال إني يكون انتفاعان أيا دانو مدشا يقوب جوكا هايين حلدبانا إيا مدح هاية هرمود فونديشن حلدبان إبراهيم صالح ضيف الله أو كم إذا مدنا ياش بارلمانك دولة فدرال كأسوماليا ودن كيس هذا الكجيدي أي أم هاد عليا هاية هرمود فونديشن أسوغون أغوب باقي هاية هاد دولقة هاي يكوان دولقة هاين إني كرب استاغان داتك جلعسان معاونوز كوكو جرت اللعق يتمر قفك الصوخال كان فردية وثهيلي دونا إن شاء الله ويسين دون تارسكبة هرمود فونديشن ولو يقان خير كأيني هم تقنطو سباق إلى الخير أمد صومالي أوها يسوناك فرطلان وحيسين دون تاسيدي صوم كي هو رأي وفر حسي دادك هل كان سوي ميد أي سيسي وحي كو صومان لارك إيدنا أي كو قطان وارونتي داد يا بادان وحي اسكو بيغان مرحلة عجيبة قفكو حكو صومان قانوية روح لغا قفك إنو هايستي بيشا إلا طوان كادي إنو هايستي لكن وحي كو صوب بيغان مركي هرون وغو صوب بيغان دادك هل كان فردية وقت يدن أوكالة انت دمان اين كو صومان وحي اكا جعبرين كرار لارك إيدا اكا قد كرانا ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka ahna ku simaha gudoomiyaha hay'adda Hormood Foundation Cabdiraxmaan Ismaaciil Cilmi oo hadalka jeediya ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dadaalada ay ku caawin doonaan dadka masaakiinta ay tabaaleysan ay garab istaagi doonaan dhamaan jaliidda maanta kan inaan joogto assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amarka maanta waan ku faraxsanahay in markii labaad aan walaalahayna yemeniinta أنا أمارت سيلة مساعدة شركة هيئة هرمود فاونديشن وحي عادة إن دتك أي تاكوليسو إن بلشلة وحي لقول علينا هينا لو في ريو يا استاهلة يا نوبل حلقيج الإحسن وحن أقنا هاي إن باهدة إبادنت هاي وحن أقنا هاي دباتها إنه بدن تهاي لكن مرربو وحن أسر جدنا وحن أفكرنا ذاتك كوها بون إنه هادينو هيئة هرمود فونديشن ayaa inta bisha barakeysan ee Ramadaan ku guda jirtay hore deeqaynkan oo kala u gaarsiisay dadka naafada ah ee ku guda jira isbitaalada magaalada Muqdisho Raad Cabdi Xasan TV ga caalamiga SBC magaalada Muqdisho